وصل الرسول، فالإمام طبعا بادر ولكن ليس في الليل، لأن وسائل الاتصال في ذلك الوقت كانت صعبة. ففي الصباح اتجه إلى الخضرة ووجد المجموعة المرافقة للإمام من علماء ومن أعيان ومن موجودين كانوا، والشيء حديث يدور عن 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 عقد بيعة الإمامة للشيخ البوسعيدي، أظن اسمه سعود بن علي لكني ما متأكد من اسم، أظن اسمه الشيخ سعود بن علي. ولكن رأي آخر قال لهم أن في العادة لا تكون البيعة إلا في نزوة، وهناك في نزوة أيضا عندكم قوة سياسية وقوة اجتماعية وأعيان آخرين ما موجودين معكم، ولا يمكن أنكم تستبدوا بالرأي، فلا بد أن نذهب إلى نزوة، وكل شيء مدروك، يعني المسألة بيننا يمكن يوم أو يومين. صحيح. يعني فقال الرأي أنهم يأتوا إلى نزوة، جاءوا إلى نزوة والإمام محمد معهم. لما جاءوا إلى نزوة واجتمعوا كل الأعيان والقوى، علماء أعيان والقضاة يعني، وأيضا اللي هم شيوخ القبائل الكبيرة موجودين، فعرضت عليهم من قبل العلماء، عرضت الأسماء، فكان يعني كان معظم الموجودين يميلوا إلى الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، ولكن كانت مثل ما قلنا سابقا كان رأي آخر أيضا يميل إلى أيضا الشيخ، أعتقد أنه سعود البوسعيدي، لكن في النهاية ترجحت الأقوال، وخاصة أعتقد من رجح الرأي الأكثر هو الشيخ المالكي، الشيخ عامر المالكي، عامر بن سعود أعتقد المالكي اسمه، وهو كان أيضا من رجالات الإمام سالم والشيخ السالمي، فرجح الرأي بنصب الإمام محمد بن عبد الخليلي، وتم نصبه على هذا الأساس وبويع. وفي العادة لما يبايع الإمام وتؤخذ عليه بيعة بأن يستشير أصحاب الحل والعقد وأنه كذا، يعني مثل العهد، لكن في الحقيقة أيضا هذا لم تؤخذ على الإمام الخليلي، هذه البيعة أو هذا التعهد لم يؤخذ عليه، لأنهم يعرفون الإمام جميعا، لأنه من أسرة تقدم فيها الأئمة، ولأنه أيضا صاحب الإمام سالم، ولأنه صاحب الشيخ السالمي، ولأنه يعني صاحب خبرة ومكانة ويعرف كل هذه الأمور، ثم أنه صاحب أيضا يعني فكر الكل كان يعني يجمع عليه، فلذلك هذه ما كان عليها داعي ذلك التعهد أو ذلك العهد، لأنهم استشعروا أنه لا يضيف له هذا التعهد أي شيء، هو كشخصية بكل ما فيها من صفات ومآثر قادرة على أن تقوم بما موجود في البيعة أو العهد. فعلا.